السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجور كوميزيليف كومون سافا. معكم مستر حمادة. إن شاء الله النهاردة هنسجل درس دوزيام سيكوندير لغة فرنسية. هنسجل الدرس الثاني ليسون دو في يونيتي دو. الدرس ده يا جماعة بيتكلم عن ايدونتيفيي دي ليو يعني أعرف الأماكن. المفروض في الدرس ده دون سيت ليسون اون ابرون هنتعلم بقى لي نو دو بيي اي دي كونتينو اسماء الدول والقارات. بعد كده لو فيمينا ديز ادجكتيف دي ناسيوناليتي هنتعلم ازاي نعمل الفيمينا بتاع صفات الجنسيه. بعد كده الفيرب عندنا فيرب عليه واتر وابيتي وفيفر وحروف الجر اللي بتيجي معاهم. بعد كده عندي لي بريبوزيسيون دي ليو حروف الجر في الاماكن ولي بريبوزيسيون دي مويان دو ترانسبور حروف الجر مع وسائل المواصلات المختلفة. وعندنا بعد كده المو انتروجاتيف وكومو وكل المسكولا والفيمينا. أول حاجة هنبدأ بيها الفوكابولير هنقرا الفوكاب كده المسكولا وبعد كده الفيمينا. عندنا ان كونتينو يعني قارة ان سيفير كوبان سيفير كوبان اللي هي صديق النت. بعد كده عندي ان دوميسيل محل الاقامه ان ابيتون جاي من فيرب ابيتي يعني ساكن او مقيم. ان سيمبول رمز. ان ليو مكان. ان بيي دوله. والكلمة دي يا جماعة لو هنجمعها نقول دول هتبقى دي بي جي عشان آخرها اس مش هنضيف لها حاجة يبقى بلد والبلاد هتبقى دي بي جي. أجمع الأرتيكل بس أخلي بالي منها عشان لو جه فيرب بعدها مصرف مع إيل يبقى أصرف كأني هتكلم على ماسكولا بي جي. لكن لو جاي لي فيرب إلى بك اس يعني زي سون أو لي بي جي سون الدول بتكون غير لما أقول لو بي جي إي يبقى خلي بالي هو عايز ماسكولا ولا عايز سانجولي ولا بلوريال. يعني ممكن يقول له بي يعني الدولة ايه. يبقى انا كده عارف ان هو قاصد كلمة بي دولة واحدة مش دول. هنا نفس الحاجة هيقول لي ليه بي الدول صون بتكون. يبقى من الفيرب انا بعرف اذا كان قاصد بي ماسكولا ولا بلوريال. دي حاجة تانية غير الارتيكل. ماشي. بعد كده عندي ان فيلاج يعني قرية. ان كورسبوندون مراسل. ان مونيمو يعني اثر. بعد كده عندنا النور في ميناء. عندنا اون كارت خريطة. اون كابيتال يعني عاصمة. اون فيش استمارة. اون لونج تيجي بمعنى لغة او لسان مع اجزاء الجسم. اون موناي العملة. اون ادريس عنوان. بعد كده اون ناسيوناليتي الجنسية. اون بريزنتاسيون يعني تعريف او تقديم. une ville مدينة. l'origine يعني الأصل. أقول مثلا je suis égyptien يعني أنا مصري. mais je suis d'origine يعني أنا بكون مثلا d'origine française من أصل فرنسي. طيب بعد كده une place يعني ميدان أو مكان. la ville natale اللي هي مدينة الميدان. بعد كده عندي الفيرب. أهم الفيرب والأدجكتيف. عندنا فيرب عليه يذهب. فيرب أبيتي يسكن. إيدنتيفي يعرف هوية أو يحدد. عندنا فيفر يعني يعيش. عندنا بارتير يرحل. فواياجي يسافر. بارلي يعني يتحدث. ستروفي يوجد. سو سيتي أو إتري سيتي يعني يقع. أقول مثلا الكسندري ستروف او نور دو بيي موجوده في شمال البلاد. او اقول الكسندري سو سيتي او نور دو بيي
موجودة في شمال البلاد. عندنا برضو فيرب لوكاليزي مهم جدا، يعني يحدد مكان أو موقع. عندنا السودو بلاسي يعني يتنقل من مكان لمكان، أو الجومي دو بلاس أنا بتنقل أون فيل أفيلو في المدينة بالعجلة. عندنا فيرب شيخشي يعني يبحث. بعد كده الأدفرب الأدجكتيف والأدفرب، عندنا بوي يعني ثم، إترانجي يعني أجنبي، وطبعا المؤنث هنضيف حرف الأو ونحط أكسون جراف على الأولى قبلها إترانجير. عندنا إتر دوريجين يعني من أصل، أقول يكون من أصل. عندنا بعد كده أوميليو، أوميليو يعني في وسط. أوميليو دو أقول مثلا سوهاج ستروف او ميليو ديجيبت يعني في وسط مصر. عندنا اوفيسيال يعني رسمي، والفيمينا اوفيسيال فلايلو. توريستيك، توريستيك يعني سياحي. بعد كده ايروستيك بالاش يعني تاريخي. بعد كده عندي اوتخ يعني اخر او اخرون هنضيف لها الاس. شك يعني كل، وخلي بالي من كلمه شك دي يا جماعه مهمه جدا. كلمه شك دي بيجي بعدها أو الشك جور يعني كل يوم، أو الشك موا يعني كل شهر، يعني بيجي بعدها الاسم على طول من غير ارتيكل. لا، لكن في حاجة تانية كان اسمها تو، تو بالشكل ده أو بالجمع أو المفرد بيجي بعدها ارتيكل. أقول مثلا أقول تو 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 لو garçon يعني كل ولد، ماشي؟ يبقى لازم يجي بعدها ارتيكل، لكن شك يجي بعدها الاسم سون ارتيكل بدون ارتيكل. بعد كده عندي مانيفيك يعني رائع. عندنا فينير دو ياتي من، وخلي بالي ان فيرب فينير بيجي بعد دو. افريك دو نور يعني الافريك دو نور يعني افريقيا الشماليه، وسونتر دو امريك دو نور افريك دو نور يعني شمال افريقيا. وعندنا او سونتر دو في منتصف، وعندنا سبيسيال يعني خاص. اكزرسيز على الفوكاب، تعال نحل اول حاجه. اول سؤال بيقول لي ليجيبت اي تان بي ان بو، ليجيبت اي تان بو يعني هي بتكون سيتي اون افريك دو نور في شمال افريقيا. يبقى هي مصر تعتبر مدينه جميله ولا في ولا فيل ولا كونتينو ولا فيلاج؟ طبعا مصر دي دولة، يبقى ان بي ان بو بي يعني دولة جميلة في شمال افريقيا. بعد كده لا دوجيبت سي لو كير، لا يبقى هنا عايز اقول نو ولا كابيتال ولا ناسيوناليتي ولا لونج، يبقى لا كابيتال دوجيبت سي لو كير عاصمة مصر القاهرة. جسري ارجنتين، انا ارجنتيني يبقى جو اسبانيول، يبقى بعمل ايه؟ جو بار اسبانيول، جو بار اسبانيول. بعد كده بابلو اي اسبانيول اسباني ايل ا مدريد، يبقى ايل ابيت ا مدريد، ساكن في مدريد. بعد كده تي ابيت أين تسكن؟ يبقى هو بتو أو تو عبيد. لازي اللي هي قارة آسيا، إيتان بي ولا كونتينو ولا فيل ولا فيلاج؟ آسيا دي قارة يعني كونتينو. بعد كده إلي إنديا يعني هو جنسيته هندي. سا إي إنديان، سا ناسيوناليتي يعني جنسيته بتكون هندية، تمام؟ عندنا تكست عدي، تيجي نبدأ بإيه؟ لي كونتينون إي لي بيي، لي كونتينون إي لي بيي، إي لي كابيتال، إي لا لي لونج، القارات والبلاد والعواصم واللغات. عندنا القارات لاميريك دو نور يعني أمريكا الشمالية، عندنا لاميريك دو سود أمريكا الجنوبية، عندنا لافريك أفريقيا، عندنا أوسياني اللي هي قارة أستراليا، عندنا لازي آسيا، وليغوب أوروبا، ماشي؟
طيب عندنا بعض الدول كده ليغب في أوروبا، هناخد النهاردة يوروب في الفيديو ده، والمرة الجاية ناخد اللي هي الدول اللي في أفريقيا. يغب عندنا أهم الدول فيها، عندنا الكونتينو اللي هي ليغب، عندنا بيجي الدولة لا فرانس الكابيتال العاصمة بتاعتها باريس، اللونج بتاعتها لو فرونسي اللغة. بعد كده لانجلتير انجلترا، الكابيتال لوندر، واللونج بتاعتها لونجلي اللغة الإنجليزية. لا روسي روسيا، موسكو العاصمة، ولا روس اللغة الروسية. بعد كده الإيطالي إيطاليا، عندنا الكابيتال روم، وإيطاليا إيطالي الجنسية. بعد كده عندي ألمانيا برلين العاصمة، الألمان اللي هي اللغة. لا سويس اللي هي سويسرا، عندنا بيرن العاصمة وبيتكلموا فرنسي. لا بلجيكا بروكسل العاصمة، ولو فرنسي اللغة أو الألمان بيتكلموا، جزء فيهم بيتكلم فرنسي وجزء بيتكلم ألماني. بعد كده لإيرلاند عندنا دوبلان وبيتكلموا أنجلي. بعد كده البرتغال لسبون العاصمة، ولو برتوجي اللي هي اللغة بتاعتهم البرتغالية. لا روماني رومانيا بوكارست العاصمة، ولو روما روما رومي اللي هي الروماني. بعد كده لا جريك اليونان، أتين العاصمة أتين، واللغة لو جريك. بعد كده لي بييبا أو لا هولندا، ده اسمين بييبا أو لا هولندا، هولندا العاصمة أمستردام، واللونج بتاعتهم هولندي. طيب هنوقف على كده، الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنكمل في الثلاث قارات، القارات اللي باقية. يبقى احنا خدنا قارة أوروبا والدول والعواصم واللغات بتاعت كل دولة فيها. Merci beaucoup et au revoir.